زي كفن تبع الموجة. سالف كتاب في سهرة لطفي بوشناق، شنو الحكاية؟ معنا سي محمد الهادي الجويني، مدير المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية. دونك سي محمد الهادي، أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا هادي، شكرا ليك، شكرا لك مزيك المساند الرئيسي لمهرجان كرتاج الدولي. يعيشك. نعم. يعيشك سي محمد الهادي. بربي نحب نعرف الفكرة كيفاش خديتوها، وتقنيا كيفاش باش تصير، وفعليا كيفاش باش تصير. والله هو الفكرة، تعرف فما برنامج وطني مدن الأداب والكتاب، تنظمه الوزارة في إطار استراتيجيتها للتعريف بالكتاب التونسي. قلنا الكتاب علاش غايب في المهرجانات الصيفية؟ تعرف يجي الصيف فيه الموسيقى، المسرح، السينما، ولكن ديما فما نوع من اللوم أنت من الكتاب والمثقفين بصفة عامة، يقول لك الكتاب وين؟ مش حاضر في فضائياتنا الثقافية. لما لا؟ أنه معناتها في الحقيقة هي الفكرة موجودة، توجد في بعض المهرجانات الأخرى، ولكن قلنا هات نشوفه في مهرجان كرتاج الدولي بالتعاون مع الإدارة العامة للكتاب، أنه يقع التعريف بالكتاب التونسي وتوزيع الكتاب التونسي للجمهور اللي مش يجي. فاخترنا في الأمر من بين السهرات اللي مش تكون معت متميزة سهرة لطفي بوشناق، باعتبار قيمة الفنان، وباعتبار أيضا حتى البرنامج اللي باش يقدمه شكري ربما يتناسب أكثر مع ما هو موجود معناتها من كلمة، ويعني فتتماشى العملية على أساس أنه خصصنا في حدود 5000 كتاب بالتعاون مع الإدارة العامة للكتاب. أي معناتها نشريوه من غادي، نقص تذكرتي ومن بعد نمشي نشري الكتاب. هو بعد تذكرة باش تلقى كتاب يوزع هدية مجانا لل يعني أي العناوين على اي اساس تختار معناتها؟ انت تعطيني مثلا كي تعطيني روايه وانا ما نحبش روايه، كي تعطيني مثلا هي اطفال وكهول، مش فما ستون معناتها موجود في المدخل نتاع يعني بعد التونيكي، وفما مدخل موجود. فالكتاب سوف يقدم لكل الفئات العمريه من اطفال شباب كهول، وايضا مش يقع ايضا في حقيقه الامر معناتها اخذ صور للكتاب وهو على مدارج كرتاج، حتى ندمج ما هو يعني كلمه بالموسيقى معاك سي يعني محمد الهادي. مثلا تو انا دخلت، خلينا نبداو بشكل واضح، تو انا دخلت قصص تذكرتي، تعديت من تورنيكي اللي خراني بالكل، باش نلقى ستاند على يدي اليمين، باش تمشي نقول لهم اعطيني نحب كتاب، باش يقولوا لي هما موجود الكتاب اي ما كتاب راهي كلمه عامه، باش يقول لي مثلا عندي روايه مثلا احلام مستغانمي، ولا نيخو عمل تونسي، عروس المتوي، ولا حاجه. انا الكتاب هذايا اللي باش ناخذه بين يدي عندي خيارات معناتها، ولا باش موجوده الخيارات؟ موجوده الخيارات، ولا باش يقول اعطيني كتاب يقول لي تفضل هاولي عندي؟ هذا موجود، هي بطبيعه الحال هي مقتنيات وزاره الشؤون الثقافيه اللي موجود معناتها في المقتنيات، معناتها بطبيعه الحال ما تنجمش انت تطلب الكتاب وهو مش موجود في المقتنيات. باهي، ما لا تعرف شنو نعود نعملوا سي محمد الهادي؟ تفضل. انا لاحظت انه الجمهور خاصه في الحفلات الكبرى يدخل للكرتاج من 8 نتاع الليل يتحلوا البيبان، ويقعد مساكن شادين الصف من ساعات من 5 نتاع العشيه حتى كشي ل8 وقت اللي يتحلوا البيبان، ويدخلوا من 8 يبقوا ساعتين وهما يستنوا في الفنان باش يخرج عليهم العشرة متاع الليل. دونك لهنا كان تحسب الوقت بالضبط، الوقت يقعد المواطن يستنى قديش؟ في حدود 3 ساعات، يعني أكثر شوية. الساعة 7 أي أكثر شوية والصف ولا ساعات. أنا في نوعية العروض، علاش نحن ما نعملوش كيما المكتبة المتجولة قريبة من اللي يهبطوا من الباركينج، ينجم يشري كتاب متاعه ويبدأ شدد الصف، هو يقرأ وينسى الصف ومن بعد يدخل الكتاب. انا شفتها في كان في مهرجان كان، وشفتها في برشا مهرجانات اخرى، ويدخل في بلاصه ما يقعد على قاعد هكا يعمل في الحس ولا يقلق في غيره، يقرا الكتاب نتاعو ومن بعد يخرج يروح به. في 3 ساعات ينجم يقرا شطره، ومن بعد في عرض اخر ينجم يجيبه معاه، ولا ياخذ كتاب اخر يكمله في الدار. معناتها هكا على خاطر انتوما كمثلا سلطه اشراف، خلينا نتعامل معك على اساس سلطه اشراف، معناتها تجيبوا بيفيت المهرجان كرتاج والبيفيت تبيع بالغالي، جيبوا مع ما تقولوا غذاء البطن وزاد غذاء الروح، جيبوا الكتاب معاك البيفيت اللي انتم موجوده في المهرجان، جيبوا بحذاها زاد مكتبه وتو تشوف الاقبال. انا نتحدى هذا الفكره هذه خلينا نشوف مع الفكره هذه اولا، انه يقع تثمينها
وشوفوا اش تعطي من النتائج، وهي اكيد النتائج مش تكون ايجابيه. اي هاك انت قلت اكيد، يعني انه الفكره حتى في الفضاءات ونشريوهم الكتب، نشريوهم جيبوا الكتب نشريوهم 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 نشريوهم، ما همش اقل قيمه من الكاسكروت ولا من الكاسيترونات ولا. اكيد اكيد، هو عمليه كلها تحسيس وترغيب في المطالعه، وانت تعرف معناتها نسبه يعني القراءة عند التونسي حسب الاستطلاعات الأخيرة نتاع إدارة عام الكتاب في حدود 0.70 معناتها، وهذا شيء معناتها مؤسف جدا في الكتاب، رغم بالفعل رغم المبادرات تكون بها الوزارة والمؤسسات. أنا من رشفة طول هنا المبادرة محلها وتعملت في حفلة واحدة، يا ريت يا ريت يا ريت تكون فما مركز نتاع كتب داخل مهرجان قرطاج، وراه الناس باش تجي تشري، والناس تشري الكتاب تتعامل مع الكتاب، ماهوش على اساس حاجه باش ياخذها بلاش ويمشي، ينجم يقعد عليه الكتاب، ينجم يورقه، ينجم يعملوا كاسكروت، ينجم يعملوا كل شيء، يلفه كل شيء، اما الكتاب كي يشريه هو بفلوسه يعرف قيمته لانه اختاره. فاعملوا لنا مكتبه كبيره منوعه غاديكا بعد ستاند نتاع الماكله، ما يسالش تشري كاسكروت وكتاب وتشد هكا ساعتين تقعد تقرا فيهم الكتاب نتاعك، والله يتعدوا ساعتين من احلى ما فهم. صحيح، هذه توصية مهمة، وخلينا احنا نمشيو مع الفكرة هذه والمبادرة هذه، واكيد مشي معناتها من خلال المقترحات. انا ما نحبش نجد نكبش فيك ونورتك خاطر الناس تسمع فيك. لا ما تعرفنيش هذه، لا تعرف عفويتي انا بالعكس. شوف ونعمل أنا ورطة الفكرة ونعمل ورطة الفكرة والمبادرة ونعمل فترة الورطة، ولكن احنا مع المقترحات الجيدة واللي مش تعطي إضافة بطبيعة الحال، خاطر الرابح الأساسي هو القارئ والكتاب التونسي بطبيعة الحال. دونك غدوة بالنسبة للناس القاسين تسكرهم عندنا أكثر من 5000 كتاب يستنى فينا في سهرة لطفي بوشناق. نعم. وتنجموا تاخذوا الكتاب هذا جست تدخلوا بعد التورنيكي الأخراني بالكل، على يدكم اليمين تلقاو مكتبة كبيرة، تنجموا تاخذوا الكتاب بتاعكم مجانا، سي محمد الهادي يقول لكم. نعم. وفي انتظار انه المره الجايه يعودوا بالفلوس وياخذوا كتباتهم بالفلوس ونختاروا العناوين. لا يكون فيه فضاءات للقراءه والمطالعه موجوده غادي. واضح. نعم. هو المدرجات تاع كرتاج تشرح على المطالعه معناتها في حد ذاتها. تشرح. نشكرك برشا محمد الهادي الجويني، يعطيك الصحه بالنجاح والتوفيق لكم. غدوه باش نكونوا موجودين مع لطفي بوشناق، اسمعوه مره اخرى. انت شمسي انت، مرحبا بكم في كورنيش موزايكا فام.